Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is the first lecture in the hemopoietic system. It's about the blood composition and function. هذه ستكون المحاضرة الأولى إن شاء الله من أصل سبع محاضرات في هذا الموديول. هذا الموديول إن شاء الله أيضا فيه مختبرات اثنين اشرح لكم إياها إن شاء الله بعدين. وكما عودتكم كل محاضرة حنعطيكم في نهايتها إن شاء الله سؤال اختباري، وأوصيكم يا أبنائي إنه إذا عندكم أي سؤال أو أي شيء لا تترددون أن تكتبوا لي على الإيميل وإن شاء الله أنا أرد لكم عليه. Lecture objectives: First, describe the fluid portion of blood in which blood cellular elements are suspended. 2. Explain what properties that made the blood to act as a transporting media. 3. Describe the constituents of plasma and how they attributed to the general function of plasma. 4. Identify the cellular elements of the blood. Blood as a circulatory fluid. هذا السلايد هو في الحقيقة تعريف بأمور قد تكون مرت عليكم سابقا بس لابد من التذكير بها. أولا، البلد كما تعرفون هو عبارة عن بروتين ريتش فلويد اللي احنا نسميه البلازما، السائل اللي تسبح به ثلاث أشياء رئيسية: وايت بلد سيلز أو اختصارا نسميها WBC، ريد بلد سيلز أو اختصارا نسميها RBCs، وكذلك تسبح في هذا الدم البليتليتس أو الأقراص الدموية. لازم تعرفون كطلاب طب أنه مستقبلا ما في تحاليل حتمارسوها في حياتكم التطبيقية إن شاء الله أكثر من فحوص الدم. لهذا جميع الأطباء لازم يكونون على علم ودراية بالفحوص الدموية على الأقل الشهيرة منها. وإذا أردتم أن تصبحون أطباء جيدين لازم يكون عندكم حفظ وإلمام بالقيم الطبيعية للكثير الكثير من الفحوص الطبيعية اللي تجرى على الدم. الفحوص اللي تجرى على الدم بعضها تجرى على الدم بشكل كامل، فنقول blood كذا، blood sugar، أو الفحوص قد تجرى على البلازما، أو الفحوص تجرى على السيرم. فمع المسار أكثر في هذا المساق حتتعلمون عليها شيئا فشيئا إن شاء الله. المهم لازم تعرفون أن البلد تيست are very common diagnostic tools حتستخدموها في حياتكم كأطباء، وتغطي wide variety of homeostatic imbalances. أذكركم بشيء سبق أن قلنا سابقا، أنه ما في مريض يدخل إلى المستشفى إلا ونجري له بعض الفحوص اللي احنا نسميها روتين تيست. ومن أهم الروتين تيست اللي تجرى لكل مريض يدخل إلى المستشفى اللي هو مثلا السي بي سي اللي هو الكومبليت بلاد كاونت، اللي نقيس به الهيموغلوبين، نقيس به عدد الكريات الحمر، عدد الكريات البيض، البليتليتس، الديفرنشال كاونت بالنسبة للكريات البيض. طبعا الغرض من ذلك أن نعرف الصحة العامة، لأن هذه الفحوص هي اللي تعطينا فكرة هل الإنسان بصحة جيدة أو هناك إمبالانس أو تغير في جسمه في مكان ما. وإذا اكتشفنا أي فرق حنبدأ فورا كأطباء في البحث عن المشكلة وين. طبعا أيضا من الفحوص العامة اللي نجريها لكل مريض يدخل إلى المستشفى، وذكركم سبق أن قلت لكم إياها سابقا، مثلا قديش الجلوكوز، قديش الصوديوم أو اللي احنا نسميها سيرام إلكترولايت، قديش البوتاسيوم، قديش الكلورايد، الكيدني فانكشن تيست، البلاد يوريا، سيرام كرياتينين وغيرها غيرها. فلازم تعرفون انه هذا الموديول حيغنيكم بالكثير جدا من المعلومات اللي حتستخدموها في حياتكم التطبيقية ان شاء الله.
الآن النقطة رقم ثلاثة في هذا السلايد أنه لازم تعرفون النورمال فاليو بالنسبة للبلد. فthe normal total circulating blood volume is about 8% of the body weight. سبق أن قلت لكم أنه الستاندرد ويت اللي نعتبره في الميديسن هو 70 كيلوغرام من وزن الجسم. فإذا كان 8 أو بعض الكتب تقول 6 إلى 8% من وزن الجسم هو بلد، فإذا قلنا 8 ضرب 70، 8% ضرب 70 كيلوغرام بودي ويت، حيطلع 5 point something اللي هو حوالي 5.6. فإحنا نقول إنه الرجل جسمه يحوي على 5 إلى 6 لتر، الأنثى طبعا أقل لأن حجم الجسم أقل في العادة ووزن الجسم أقل. فالبلد فوليوم عند الفيميل بحدود 4.5 to 5.5 لترز. أيضا أقولكم معلومة سبق أن ذكرناها سابقا، أنه لو أخذنا البلد وحطيناه في تيست تيوب كما موجود في الشكل، ووضعنا هذا التيست تيوب في جهاز سنترفيوج وفرناه بسرعة 5000 دورة في الدقيقة، ثم بعد 4 دقائق أو 5 دقائق أوقفنا السنترفيوج ونطلع التيست تيوب، حتشوفون شكل التيست تيوب حيكون كما في هذا الدياجرام. القسم العلوي سائل أصفر حيكون البلازما، والقسم السفلي اللي حيكون عمود دم لونه أحمر، وبينهما خط أبيض رفيع جدا اللي مكتوب هون عليه بالدياجرام بافي كوت. البلازما هي السائل اللي تصبح في الخلايا. العمود الأحمر هو الباكت سيل فوليوم. رجاء حفظوا هذا المصطلح باكت سيل فوليوم أو ذا هيماتوكريت. الهيماتوكريت اللي هي الخلايا الحمراء المرصوصة على بعضها بعد ما انطرد السائل مما بينها، وحجم الكريات الحمر لوحدها يشكل 45%، المعدل 40 إلى 45% من الدم. ما يتبقى اللي هو بحدود 55 إلى 60% هو حيكون حجم البلازما اللي في جسمنا. الكريات البيض والبليتليتس لأنها أعدادها قليلة جدا مقارنة بالكريات الحمر، أذكركم بسبق شيء قلناه سابقا في محاضرات سابقة، الكريات الحمر عددها بالملايين، 5 إلى 6 مليون بالمليمتر المكعب، في حين الكريات البيض عددها بالآلاف، حوالي 3000 4000 إلى 11000. طبعا لا يقارن الحجم بين الكريات الحمر والكريات البيض، فالكريات البيض تكون هي بهذا الخط الأبيض الصغير الفاصل بين العمود الأصفر والعمود الأحمر اللي هو حيكون يعني شيء يدوب مليم أو مليمين حجمه، وهو مرصوصة في الكريات البيض والبليتليتس. أخيرا في هذا السلايد مذكور أنه The blood is a specialized connective tissue. قد تقول أنه هو سائل، كيف يكون هو connective tissue؟ السبب أنه بالمرحلة الجنينية الأوريجين of the bones, the cartilage, the skin هو نفس الأوريجين اللي نبع من عنده البلد، ولأنه من نفس الإمبريونيك أوريجين فالبلد is a specialized connective tissue. Blood functions. Blood is a dynamic and complex living connective tissue. The cellular and plasma component of blood work in concert to perform 4 major roles. سبق أن ذكرت هذه النقطة يا طلاب، إنه كل سيستم ندرسه بالفيزيولوجي لازم نعرف the role of this system in homeostasis. وسبق أن قلت لكم الهوميوستاسيس معناها how to keep the internal environment stable. هناك 4 وظائف رئيسية للدم. The first one is
transport substances. قد تتصورون انه عملية نقل السائل، نقل المواد في السائل شيء امر بسيط، لكن الامر اعقد بكثير مما تتصورون. الدم صحيح انه سائل يدور داخل الكارديوفاسكولار سيستم للمساعدة على نقل المواد من منطقة الى اخرى، لكن مع شيء من التفكير المواد اللي موجودة واللي يحتاج نقلها من منطقة الى اخرى كثيرة ومتنوعة. بعض المواد كالايونات سريعة الذوبان في الماء، وانا سبق ان قلت لكم انه الايونات اللي الفالنس تبعها واحد، يعني مثل الصوديوم او البوتاسيوم اللي هي زائد 1، هذه تكون طبيعية بشكل طبيعي عالية الذوبان في الماء. لح تقول سهلة تذوب في الماء وتنتقل مع البلازما، لكن حسب قواعد الكيمستري كل ما الفالنس يزيد كل ما قابلية الذوبان تقل. وباعتبار المواد المنقولة في جسمنا ليست بالضرورة تحوي نفس الفالنس، الكالسيوم على سبيل المثال زائد 2، قابلية ذوبانه في الماء حتكون أقل، فكيف سينقل في البلازما؟ طيب هناك مواد أخرى مثل أملاح الحديد اللي هي الفالنس تبعها عالي، المغنيسيوم. لما يزيد الفالنس إلى درجة عالية مثل ما في الحديد اللي ممكن يكون زائد 2 أو زائد 3، أملاح الحديد لا تذوب في الماء. طيب جسمنا يحتاج حديد، كيف سينقل من مكان إلى آخر؟ فهنا لازم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى وضع أكثر من وسيلة وميكانيزم للبلد to be as a good transporter for substances. تذكروا بعض المواد أصلا لا تذوب بالماء، هي lipid soluble، فهذه كيف ستنقل؟ إذن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نعرفها عن تركيب البلد والبلازما لنعرف كيف يتمكن البلد من نقل هذه المواد باختلاف خصائص ذوبانها. Point number two for the function: regulate hemostasis. رجاء أرجو من الطلبة أن ينتبهون إلى هذا المصطلح hemo وليس homeo. هوميو تبدأ ب HOM، هيمو HEM. هيموستاسيس المقصود فيها كيف يتمكن الدم من إيقاف النزيف وعدم الخروج من الأوعية الدموية إذا صار قطع بالأوعية الدموية. أما الهوميوستاسيس فالمقصود بها how to keep the internal environment stable. على كل حال من وظائف الدم الرئيسية هو كيف يحفظ نفسه من الضياع إذا ما حصل خرق أو قطع في أحد الأوعية الدموية، هذه أيضا وظيفة أخرى مهمة للدم. الوظيفة الثالثة للدم maintain a stable internal environment، معناها يحافظ على الهوميوستاسيس. By what? By regulation of temperature and pH. حنأتي إلى هذه النقطة لاحقا. النقطة الرابعة aid in resisting infections or diseases via the immune system. البلد هو الحامل للكريات البيض وللبروتينات التابعة للإميون سيستم، وبدون البلد we will have no defense against infections or any germal invasion. Transport. لنأتي الآن إلى شرح نقطة نقطة من وظائف الدم الأربعة، وخل نبدأ بنقطة رقم واحد واللي هي الترانسبورت. ماذا يحمل الدم؟ The blood carries an abundance of important substances including الأشياء التي يحملها الدم: electrolytes, amino acids, sugar, proteins بأنواعها وهي كثيرة, lipids,
بأنواعها وهي كثيرة: minerals, hormones, oxygen, and waste products. Depending upon the solubility of an individual substance, it can be transported as بعض المواد المحمولة بالدم محمولة freely dissolved كما ذكرت قبل قليل مثل الصوديوم البوتاسيوم الكلورايد الجلوكوز هذه عالية الذوبان في الماء فهي freely dissolved لكن المواد التي لا تذوب في الماء أصلا مثل الليبيد سولوبل أو المواد التي تذوب في الماء ولكن بدرجة قليلة bound to a specific carrier protein لهذا الله سبحانه وتعالى خلق الكثير من البروتينات الناقلة الموجودة بالبلد for example الحديد الذي لا يذوب في الماء دائما وأبدا يحمل بالدم ورجاء اتذكر هذه النقطة ليس في الدم فقط لأنه هو أصلا لا يذوب في الماء فكذلك كيف يحمل داخل الخلايا في السيتوبلازم السيتوبلازم كذلك ماء ففي خارج الخلية بالبلازما محمول ببروتين وهو مع البروتين المحمول كليهما يسمى ترانسفيرين إذن iron bound to transferrin هاي بالبلازما حناخذ بعدين في داخل الخلية يكون محمول على بروتين آخر اسمه فيريتين فهو في الحالتين محمول خارج الخلية محمول بالترانسفيرين داخل الخلية محمول بالفيريتين أو bound to a non-specific carrier protein بعض البروتينز تكون non-specific يعني نفس البروتين ممكن ينقل أكثر هنا جاء لهالمنطقة استلم المادة الفلانية نفس البروتين ممكن يشيل مادة أخرى إذا كان فاضي فبعض البروتينات specific مخصصة لنقل مادة واحدة بعض البروتينات نقل عام non-specific اللي ممكن يشيل هرمونز وعادة non-specific protein يكون من نوع اللي هو الألبومين or within blood cells بعض المواد تكون محمولة داخل الكريات الحمر وأظن لما أنطيناكم الموديول تبع الريسبيراتوري سيستم تكلمنا كيف أنه CO2 اللي يخرج من الخلايا يدخل إلى داخل الكريات الحمر وداخل الكريات الحمر CO2 يتحول مع H2O الماء إلى الكربونيك أسيد ثم الكربونيك أسيد يتحول إلى البيكربونيت والهيدروجين أيون والهيدروجين أيون سيربط بالهيموغلوبين فيكون كارير للهيموغلوبين داخل الخلية البيكربونيت حيغادر الخلية يدخل بمكانه كلورايد فالكريات الحمر في الفينوس سايد تكون حوامل للكلورايد في حين تطلق الكلورايد لما تجي إلى اللانج تذكروا هاي المعلومات ذكرناها بالرسبيراتوري موديول نقطة رقم ثلاثة Control of a transport modality can be physiologically regulated ماذا نقصد بهذه النقطة؟ وهنا أعطيكم مثل بالكالسيوم الكالسيوم قابلية ذوبانه نص نص 50-50 لا هو كامل الذوبان بالماء ولا هو عديم الذوبان بالماء حقيقة الكالسيوم ينقل بشكلين جزء منه freely soluble حلا نسميه free calcium ion والجزء الآخر اللي هو insoluble يكون محمول على البروتين فهو bound to the protein مثلا الألبومين لح تقول طيب وما المشكلة؟ ما هل لهذه النقطة أهمية بالفيزيولوجي؟ الجواب نعم له أهمية كبيرة وخلي أشرح لكم هاي النقطة لأن حتشوفوها في موديولز أخرى إذا كان الأيون مربوط بالكامل بالبروتين معناها هذا الأيون لن يرشح عند الكدني لأن لما الدم حيوصل إلى الكدني
وكل شيء يرشح، كل شيء ذائب بالبلازما سيرشح عن طريق الجلوميرولوس وينزل بالرينال تيوبيول. إذن الكالسيوم نص حيرشح والنصف الثاني لن يرشح، لأن مربوط بالبروتين، وما دام مربوط بالبروتين البروتين غير قابل أن يرشح عن طريق الرينال تيوبيول. وأي مادة لا تذوب في الماء وتكون بروتين باوند استنتجوا تلقائيا بالفيزيولوجي أنه هذه المادة لن تنزل عن طريق الرينال تيوبيولز، فالحديد لن يرشح في العادة لأنه هو bound to the protein. هل هناك physiological point أخرى؟ الجواب نعم. أذكركم بشيء وحتشوفوا أيضا بعدين بالنسبة للكالسيوم. البروتين is negatively charged، يعني يحمل شحنة سالبة، لهذا لما يحمل أيون الكالسيوم طبعا attracted، لأن أيون الكالسيوم أيون موجب يحمله. لكن في حالة الأسيدوسز كما في الميتابوليك أسيدوسز أو الريسبيراتوري أسيدوسز حيزيد كمية الهيدروجين أيون اللي متولدة بالجسم. الهيدروجين أيون will compete with the calcium at the protein site. ففي حالة زيادة أيون الهيدروجين سيطرد بعض الكالسيوم المحمول من البروتين ويحل محل الهيدروجين ايون. اذا بالاسيدوسز لازم تعربون بالفيزيولوجي انه كميه الكالسيوم اللي ذائبه حتكون اكثر من كميه الكالسيوم الذائبه في حاله النون اسيدوتيك ستيت. وحصه ما محمول بالاسيدوسز من الكالسيوم حتكون اقل. فإذا عملية النقل عن طريق البروتين تتأثر بعوامل أخرى في الجسم، وهي حتشوفوها أكثر إن شاء الله في الميديسن لما حتتقدمون في دراستكم في كلية الطب. النقطة الأخرى حمل الأكسجين، هذه النقطة سبق أن شرحناها في الريسبيراتوري موديول إنه الأكسجين is preferentially transported within red blood cells bound to the hemoglobin، والسبب أنه الأكسجين قليل الذوبان بالماء، وذكرنا أنه ثاني أكسيد الكربون أعلى من عنده solubility بعشرين ضعف، فلهذا الأكسجين يحتاج ناقل وهذا الناقل هو الهيموغلوبين. وذكرنا لكم أنه ما يتبقى من الأكسجين اللي ممكن أن ينقل ذائبا في البلازما لا يتجاوز 1%. هذه المعلومة مهمة ذكرناها بالرسبيراتوري موديول، وقلت لكم اللي يلبس ماسك وننطي أكسجين وننطي تركيز أكسجين عالي احنا في الحقيقة مدى نزيد كمية الأكسجين المحمول بالهيموغلوبين من ننطي ماسك. احنا كل اللي نحاول نسويه انه نزيد مقدار الأكسجين that is dissolved in the plasma، لأن الهيموغلوبين is already fully saturated. فرجاء ذكروا هاي النقطة. كذلك الـ venous blood، blood flowing through the veins transport CO2، سبق أن حكيناها لأنه بشكله الذائب حيذوب، وعن طريق الـ RBCs غالبية العظمى 70% حيتحول إلى البيكربونيت. فثاني أكسيد الكربون نقله يحقق عمل مزدوج، نقل زائد تحويله إلى جزء من البفر سيستم. طبعا الويست برودكتس تنقل كما هو معلوم إلى اللانجز بالنسبة للسي أو تو، المواد اليوريا الكرياتينين أو المواد المشابهة اللي هي ووتر سولبل تنقل إلى الكدني، أما المواد اللي هي lipid solubles فتنقل إلى الليفر، وهناك ستتم عملية الـ disposal. Second function of the blood is hemostasis. And as I told you, hemostasis simply is the arrest of bleeding. And this is part of the positive feedback mechanism.
I hope you remember this technology. أتوقع أنه ماخذين هذا المصطلح سابقا اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم والبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. عملية إيقاف النزيف أو تكون الخثرة الدموية هي من العمليات اللي تصنف بالفيزيولوجي على إنها positive feedback mechanism. لو لم تكن هذه الميكانيزم موجودة في الدم، أو بعبارة أخرى the failure to stop bleed after injury، هيحصل عندنا نزيف اللي هو الهيموريج. والهيموريج بالتأكيد إذا كان كبيرا أو شديدا هذا life threatening، يهدد الحياة وقد يؤدي إلى الموت. فالله سبحانه وتعالى خلق ميكانيزم عظيمة لإيقاف النزيف، حناخذها بالتفصيل في محاضرة رقم 5 في هذا الموديول. طبعا إذا عرفت يا طلاب الطب أنه الدم له القدرة على التخثر، فهذا معناه لازم تعرف كيف تتعامل مستقبلا لما يطلب منك أن تسحب blood sample وترسله إلى المختبر. إذا كان التست يتطلب أن يكون الدم باقي بوضع السائل، فلا يمكن أن تسحب البلود وتخليه بتست تيوب عادي وتبعثه إلى المختبر، لأنه حيتخثر بعد فترة وجيزة. فإذا لابد أن تستخدم تيست تيوبس خاصة اللي تحوي ما يسمى أنتي كوأجولانتس اللي هي موانع التخثر، وهذه حناخذها إن شاء الله موانع التخثر بالتفصيل في محاضرة رقم 6 في هذا الموديول. كذلك بعض التيست تطلب سيرم وليس بلازما وغيرها وغيرها، مع الدخول في التفاصيل في هذا الموديول حتى تعلمون إن شاء الله كيف تميزون بين معظم أنواع السامبلز اللي لازم تسحبوها كأطباء وترسلوها إلى المختبر. هوميوستاسيس، قلت لكم قبل قليل انه الهوميوستاسيس هو how to create an optimal internal environment، ودور الدم في المحافظة على استقرار البيئة الداخلية او الهوميوستاسيس يتركز في موضوعين اللي هو maintaining the pH، يحافظ على pH اللي في سوائل الجسم، و maintaining relatively stable body temperature. حتى نشرح هاي النقطتين بإيجاز، كيف البلد ممكن يحافظ على pH مستقرا؟ الجواب بأكثر من وسيلة. أولا البلد سبق أن ذكرت قبل قليل أنه يحوي كريات الحمر اللي هي مليئة بالهيموغلوبين، والهيموغلوبين is one of the most intracellular buffer systems، most important intracellular buffer systems، لأنه negatively charged الهيموغلوبين، so it will attract the hydrogen ion وبإمكان أن يسوي لنا buffering effect. والوسيلة الأخرى للبلد للمحافظة على pH هو عن طريق نقله. لما البلد يعني يتحرك داخل الكارديوفاسكولار سيستم ويذهب الى الرئتين، في الرئتين يتم اطلاق ثاني اكسيد الكربون، وكل جزيئة ثاني اكسيد الكربون تطلق عن طريق الرئتين فيزيولوجيكلي كأنما احنا تخلصنا من هيدروجين ايون واحد. لماذا؟ لانه كل جزيئة ايون واحد كل ايون هيدروجين واحد حيرتبط بايون بايكربونيت واحد لتكوين جزيئة كربونيك اسيد واحد، وجزيئة الكربونيك اسيد ستتحلل الى H2O plus CO2، معناها جزيئة ثاني اكسيد الكربون واحدة، وهذه عند خروجها من الرئتين، بمعنى آخر النتيجة النهائية أو الخلاصة أنه كل خروج لواحد جزيئة ثاني أكسيد الكربون من الرئتين
كأنما تخلصنا من هيدروجين أيون واحد. الوسيلة الأخرى للمحافظة على الـ pH أنه الدم سيأخذ الهيدروجين أيونز إلى الكدني، وعن طريق الرينال تيوبيولز الهيدروجين أيونز ستطرح. فإذا عدنا أسيدوسز لن يتم امتصاص الهيدروجين أيون الزائد من الرينال تيوبيول، وسيذهب مع البول وسيتخلص الجسم من الأسيدوسز. والعكس صحيح، إذا كان بالعكس الجسم محتاج للهيدروجين أيون، سيزيد من سرعة امتصاص الهيدروجين أيون وإرجاعه إلى الدورة الدموية، وحيكون البول بالعكس يميل إلى أن يكون ألكالين، وهكذا يتم المحافظة على الـ pH في جسمنا. الشرح الآخر السريع، كيف يتم الحفاظ على البودي تمبرتشر وكيف يساعد الدم في الحفاظ على البودي تمبرتشر؟ الجواب بسيط، الدم باعتباره سائل متحرك إذا دخل إلى الأعضاء التي تولد الحرارة والميتابوليزم بها عالي، مثل الليفر، مثل السكليت المصل، الدم سيحمل هذه الحرارة ويوزعها بالتساوي وينقلها إلى الأعضاء الأخرى من الجسم، إلى الأورجنز اللي الميتابوليزم بها قليل مثل البونز، الكارتليج، السبكتينيوس فات وما شاكل. فالحرارة الداخلية دائما تكون ثابتة في كل مكان بسبب توزيع الدم. أما إذا ارتفعت الحرارة عن الحاجة، فبالتعاون مع الكارديوفاسكولار سيستم اللي حيصير بفيزو دايليشن بالسكن، البلد حيذهب إلى سكن للسكن، والسكن حيصبح ساخن، وسيتم فقدان الحرارة إلى الخارج، لأن السكن هو الرادياتر for the extra body temperature، وسيتم إطلاقها للخارج. والعكس صحيح، إذا الجسم محتاج للحرارة حيصير فيزو كونستريكشن، وسيبقى الدم محبوسا في الكور يعني داخل الجسم، وتبقى الحرارة في الداخل حتى لا يحصل فقدان، ويتم المحافظة على الحرارة بهذه الطريقة. immunity أو المناعة. This subject we will deal with it in extensive details when we will take the lectures about the white blood cells. هذه المحاضرة عن الكريات البيض ستكون محاضرة رقم 3 إن شاء الله. لكن بشكل سريع الآن، عرفوا أنه البلد يحوي على الكريات البيض اللي هي المسؤولة عن الديفنس أو المناعة، إضافة إلى other protein molecules أخرى موجودة في الجسم، وهي خط الدفاع ضد الباثوجينز، وتكون الكريات البيض مسؤولة كذلك عن the clearance of foreign antigens. يمكن يتبادر إلى الذهن أنه إحنا لماذا نتعرض إلى الجراثيم ما دام في عندنا الجلد، والجلد هو خط المناعة الأول للدخول إلى الداخل بالنسبة للباثوجينز. الجواب أنه السكن والميوكوس ممبرين ولو هم خط المناعة الأول، لكنه ممكن يكون هناك ثغرات أو كراكس، أو تحصل شقوق أو جروح أو شيء، ويصير penetration، والميكروبس can penetrate or bypass these frontline defenses. فطبعا الله سبحانه وتعالى هيئ الجسم لذلك. اتذكروا انه البكتيريا حجمها كبير، وما بامكانها ان تدخل عن طريق الكابيلاريز، لان الكابيلاريز البورز اللي بيها صغيرة، فصعب على البكتيريا إذا اخترقت السكن أن تدخل إلى داخل الكابيلاريز ثم إلى الدورة الدموية، لكن بإمكانها أن تدخل إلى الليمفاتيك سيستم. لهذا سندرس أنه الديفنس ميكانيزم أول ما تبدي حقيقة تبدي من الليمفاتيك سيستم، اللي لح تكون محطات على طريق الليمفاتيك شانلز اللي هي مايكروسكوبيكال ليمف نودز، ثم ليمف نودز كبيرة، وهي المصانع لصناعة الليمفوسايتس اللي هي وحدة من أنواع الكريات البيض اللي هي بالديفنس ميكانيزم. وطبعا وايت بلاد سيلز موجودة أيضا أخرى، وحندرسها إن شاء الله في المحاضرة تبع الوايت بلاد سيلز، وكيف ستساهم وتدخل إلى المنطقة للدفاع عن الجسم ضد الميكروبز.
وهاي ميكانيزم عالية الدقة والعمل وفيري efficient، وسنأخذها بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة. Now let's understand the composition of the blood, and we will start first with the plasma. البلازما بالعربي هو مصل الدم، وكما ذكرنا انه البلازما سائل رائع بالتركيب. Plasma is a remarkable solution لأنه يحوي ions, inorganic molecules و organic molecules، وهاي المولكيولز هي دائما في حالة انتقال من مكان إلى مكان، أو من داخل الخلية إلى خارج الخلية أو بالعكس. فهناك عالم حي متكامل بين البلازما وبين التشوز. وكما ذكرت لكم في أول المحاضرة أنه أنتم كأطباء للمستقبل أنه تحليل البلازما ومعرفة تركيب المواد فيها ونسبها من الأشياء الأساسية اللي نعتمد عليها إحنا كأطباء حتى نعرف هل الجسم normal أو هناك pathological process is going on من التحاليل. فإذا على سبيل المثال تعرف إن كانت الكيدني is functioning well، you will ask for kidney function test. فبمعرفة مقدار البلود يوريا والكرياتينين إن كانت طبيعية فحنستنتج إنه الكيدني is functioning well، وإذا كانت مرتفعة فحنتوقع there's kidney disease، وهكذا نفس الشيء هناك liver function test وغيرها وغيرها، حتاخذوها مع الأيام إن شاء الله هذه الفحوص جميعا. الآن كم حجم البلازما؟ إذا ذكرنا سابقا أنه حجم الدم حوالي 8% من وزن الجسم، فالبلازما لحالها حوالي 5% من وزن الجسم، وهذا يقابل حوالي 3.5 لتر في الإنسان اللي وزنه 70 كيلوغرام. البلازما 93% منها مي، ماء من تركيبها، وال7% الباقية هي جميع المواد اللي ذكرناها من أيونات وأورجانيك وإن أورجانيك ماتريالز اللي ذائبة فيها. 6% الأورجانيك سبستانسز و1% فقط هي حصة الإن أورجانيك سبستانسز. هنا نقطة مهمة لكم يا طلاب الطب أن تعرفوها كأطباء للمستقبل، أنه إذا قمنا بعملية سحب دم، والدم طبعا الآن في البلود بانكس نادرا ما يحتفظون بالدم as a whole. الآن في الغالب معظم البلود بانكس على السريع تفصل الدم إلى عناصره، يعني الإنسان اللي محتاج كريات حمر ننطيه كريات حمر فقط packed cell، والإنسان اللي محتاج بلازما نعطيه بلازما مثل اللي مصابين بالحروق. ليش المصاب بالحروق نعطي هول بلاد وهو حاجته للبلازما فقط؟ فبالبلاد بانكس الآن يقومون فورا بعملية العزل، لكن you cannot separate the red blood cells from the plasma and keep it in a simple refrigerator. اتذكر انه البلازما تحوي الكلوتينج فاكتورز، فاذا عفت البلازما هيك في الخارج البلازما والكوغولات بعد دقائق وحيتتخثر وحنفقد الكلوتينج فاكتورز بهذه العملية. فلهذا الفريش بلازما اذا نريد نحتفظ بيها وتبقى فريش لازم نسوي لها عملية تجميد عالية بحرارة 20 تحت الصفر بعد سحبها بما لا يزيد عن 6 إلى 8 ساعات بعد عملية الدونيشن أو بعد عملية التبرع بالدم، إذا نريد نحتفظ بالكلوتينج فاكتورز. Now what's the difference between plasma and the serum؟ طبعا هنا مصطلحين بلازما وسيرم، ما الفرق بينهما؟ البلد إذا سحبنا وتركناه يتخثر حتتكون الخثرة الدموية،
ثم بعد تكون الخثرة الدموية إذا سوينا سنترفيوجيشن وعزلنا، اللي الآن السائل اللي حيكون خارج الخثرة بالسنترفيوجيشن ما حيكون بلازما، حيكون سيرم. إذا ما الفرق بين السيرم والبلازما؟ ببساطة البلازما إذا فقدت بروتين الفايبرينوجين وإذا فقدت الكلوتينج فاكتورز رقم 2 رقم 5 ورقم 8، هذا حيكون تحويل للبلازما إلى سيرم. فإذا السيرم هو بلازما منقوصا منه هذه العوامل. ولو فحصنا السيرم حنشوف به نسبة عالية من السيروتونين. السبب بسيط، حناخذ إن شاء الله في المحاضرة تبع الكلوتينج، إنه لما تصير عملية الكلوتينج حتأتي الأقراص الدموية البليتليتس، وأثناء هذه العملية ستطرح البليتليتس السيروتونين. فبعد انتهاء عملية الكلوتينج حيكون السائل بتركيز أعلى للسيروتونين. الآن إذا سحبت دم وخليته بتيست تيوب وسويت سنترفيوجيشن، ماذا سيكون شكل البلازما؟ هل هو دائما مثل ما شفناه بالسلايد في بداية المحاضرة؟ الجواب حسب الزمن اللي بين عملية السحب وبين تناول الطعام. فإذا أخذنا البلازما أو أخذنا الدم بلود سامبل من إنسان وكان فاستد، وهذا ما يحصل في الغالب إذا نقول له تعال صايم للمستشفى حتى تعطي نموذج للدم، عادة حيتعشى في الليل آخر شيء ثم لا يأكل شيئا، ثم يأتي صباح اليوم التالي بدون فطور ويعطي نموذج الدم للسحب. فهذا حيكون فاستد أوفر نايت. هنا البلازما رح تكون صفرة فاتح cloudy and pale or greenish yellow، هذا حيكون شكلها. أما إذا سحبنا الدم shortly بعد تناول الإنسان للطعام after meal وسوينا له centrifugation، البلازما حتميل إلى البياض وحتكون milky، والسبب هو وجود نسبة عالية من الدهن. تذكروا أنه الدهن لا يذوب في الماء، فكيف ينقل في البلازما؟ احنا قلنا البلازما فيها نواقل الله سبحانه وتعالى خالقها للمواد التي لا تذوب، والنواقل هي نوع من أنواع البروتينات. هنا البروتين الذي ينقل الدهون في الدم، يعني سواء كوليسترول أو ترايجليسرايد، فالنواقل نسميها الكايلومايكرونز. فلوجود نسبة عالية من الكايلومايكرونز في الدم، لما حنسوي سنترفيوجيشن للبلود سامبل البلازما حيكون لونها ميلكي يميل للبياض. أما إذا في مريض سوينا سنترفيوجيشن للبلازما سوري سنترفيوجيشن للدم والبلازما طلع لونها ريدش يميل إلى الإحمرار، معناها هذا الإنسان يعاني من hemolysis of the RBCs، معناها قسم من كريات الحمض تكسرت وخرج الهيموغلوبين من داخل الكريات كبروتين وأصبح ذائبا في البلازما، والبلازما اللي بيها هيموغلوبين ذائب تصبح بلازما تحمل لون أحمر. فهذه حالة غير جيدة طبعا، ونشاهدها دائما في حالات الهيموليسيز of the red blood cells. بلازما بروتينز، لنتعرف الآن عن البلازما بروتينز الرئيسية اللي موجودة في البلازما. مثل ما في أيونات رئيسية في الجسم مثل أيون الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم اللي هي أهم ثلاثة أيونات، لكن ما معنى ذلك أنه الجسم لا يحوي أيونات أخرى، لكن هذه هي أهم ثلاثة. كذلك هناك العديد من البلازما بروتينز، لكن أهم ثلاثة بلازما بروتينز هي الألبومين والجلوبيولين والفايبرينوجين،
وكل طالب طب يجب أن يكون ملما بهذه البروتينات الثلاثة وبقيمها وبعملها. بشكل عام الثلاثة يعملون عمل مشترك واحد مهم جدا، وهو إحداث الأونكوتيك بريشر، لأنه هذه البروتينات من كريات سوري هذه البروتينات من جزيئات كبيرة الحجم لا تستطيع الخروج من الكابيلاريز، فإنها ستحدث كولويد أوزموتيك بريشر أو أونكوتيك بريشر، وهذا البريشر قيمته مستقرة تقريبا عند مستوى 25 مليمتر ميركوري. اتذكروا يا طلاب الطب أنه هذه القيمة لا تتأثر كثيرا بالمتغيرات التي تحصل في الأوزموتيك بريشرز اللي تحصل عند الأيونات. المقصود من هذا الكلام أنه الأوزموتيك بريشر بسبب الأيونز مثل الصوديوم و الكالسيوم والأيونات الأخرى ممكن تصعد وتنزل، احنا ممكن نتناول أكل فيه نسبة ملوحة عالية فيصعد الأوزموتيك بريشر، أو بالعكس ممكن يكون التناول الطعام سولت فري دايت فيكون الأوزموتيك بريشر للأيونز يقل، لكن ممكن يصعد ممكن يقل بالنسبة للأيونز لكنه حيبقى شبه مستقر بالنسبة للبروتينز، فيبقى قريب جدا من قيمة 25. فوجود هاي البروتينات تحافظ على relatively stable total osmotic pressure، طبعا ما تتغير إلا في ظروف خاصة لما يقل إنتاج هاي البروتينات أو تستهلك كما في حالات الستارفيشن والمجاعة وما شاكل، لكن عند النورمال هيومن بينج قيمها مستقرة. البلازما بروتينز من وظائفها الأخرى أنها responsible for 15% of the buffering capacity of proteins in the blood. طبعا من دا أقول 15% أقصد ضمنها عمل الهيموغلوبين. الهيموغلوبين له حصة الأسد من buffering capacity بالنسبة للبروتينز، لكن مثل ما ذكرنا سابقا انه ممكن للألبومين ان يرتبط بالهيدروجين ايونز ويشيل قسم من الهيدروجين ايونز ويشتغل كبفر كذلك، لكن بدرجة اقل من عمل الهيموغلوبين. الويك بون تأتي عادة من الايونيزيشن اللي يصير بالكاربوكسيليك جروب اللي هو COOH والN والجروب اللي هو NH2 تبع ال أمينو أسيدز. احنا نعرف انه الـ pH للجسم الطبيعي مستقر on the alkaline side اللي هو بحدود 7.4، ففي pH بحدود 7.4 عادة البروتينز اللي بالبلازما تكون تحمل شحنة سالبة، thus to say they are in the anionic form. البلازما بروتين لها function آخر مهم، فيها specific functions وفيها non-specific carrier. الـ specific functions للبلازما بروتينز مثلا بعض البلازما بروتينز هي عبارة عن antibodies، فالantibodies هي proteins، وهناك بعض البروتينات الأخرى مثل clotting factors اللي هي أيضا specific functions وهي بروتينات. أما النون سبيسيفيك فذكرنا منها ضمنا انها تشتغل ككارير، وذكرنا انه ككارير بعضها تكون كارير سبيسيفيك، فهذا البروتين كارير فقط للايرن مثل الترانسفيرين، وممكن يكون جنرال كارير نقل عام مثل الالبومين اللي ممكن ينقل الكثير من المواد. كاريرز ممكن تكون فور هرمونز، ممكن الكارير يكون فور فاتي أسيد أدر سوليوتس، وحتى الدراجز اللي نتناولها أحيانا تحتاج إلى كارير. ناو أين صنعت هذه البلازما بروتينز؟ البلازما بروتينز اللي هي أنتيبوديز
مصانعها تكون من الليمفوسايتس. وحناخذ انه الليمفوسايتس نوعين، نوع نسميها تي ليمفوسايتس ونوع نسميها بي ليمفوسايتس. والبي ليمفوسايتس هو النوع المسؤول عن صناعة الانتيبوديز. اما بقية البلازما بروتينز فالغالبية الساحقة يكون مكان صناعتها هو الليفر، الكبد. الان مطلوب منكم ان تحفظون هاي الفاليوز لانه اساسية بالنسبة لطلاب الطب. كم مقدار او وزن البلازما بروتينز في جسمنا؟ Normally plasma proteins accounts for 6 to 8 grams for each deciliter of blood. الديسيليتر تذكروا هو عبارة عن 100 مل. اذا كل 100 مل من البلد نورمالي لازم تحمل 6 الى 8 جرام من البلازما بروتين. كم حصص الثلاثة الرئيسية منها؟ بالنسبة للألبومين فالقيمة الطبيعية للألبومين هو من 3.5 الى 5 جرام بير ديسيليتر. That means it's about 60% of the total plasma protein concentration. كما تلاحظون حصة الأسد من البلازما بروتين هي للألبومين. الجلوبيولين يأتي بالدرجة الثانية بعد الألبومين، حصته من البلازما بروتينز بحدود 36%. ولهذا علمونا لما كنا طلاب مثلكم في كلية الطب انه النسبة الطبيعية للألبومين الى الجلوبيولين هي كنسبة 2 الى 1 تقريبا. الجلوبيولين يختلف عن الألبومين بالبروتين إلكتروفوريسز، هذا فحص في البايوكيمستري. الجلوبيولين ينقسم الى ثلاثة انواع، الفا وبيتا وجاما جلوبيولين. بشكل عام الالفا والبيتا جلوبيولينز are proteins produced in the liver، في حين الجاما جلوبيولين هو في الغالب يمثل حصة الانتيبوديز اللي قبل قليل قلت لكم تصنع من قبل البي ليمفوسايتس of the immune system. طبعا الالفا والبيتا جلوبيولين يشتغلون في الغالب specific carriers، ومع الوقت راح نتعلم عليها اكثر واكثر. البروتين رقم ثلاثة بالبلازما بروتين حسب النسب اللي هو الفايبرينوجين. الفايبرينوجين جزيئة عملاقة كبيرة الوزن جدا، لكن حصتها من البلازما بروتينز هي 4% فقط. من اسمها الفايبرينوجين، جين حسب الترمينولوجي معناها مولد، فمولد لأي شيء، فايبرينوجين مولد لخيوط أو ألياف الفايبرين. لما حناخذ محاضرات كيف تتكون الكلوت عند التخثر، هناك أنزيم، وهذا الأنزيم اللي هو أنزيم الثرومبين سيقوم بقطع بروتين الفايبرينوجين لتوليد ألياف الفايبرين التي لا تذوب في الماء والتي ستترسب وستشكل الشبكة التي تتألف منها الخثرة الدموية، بالضبط مثل شبكة الصيد اللي تحصل السمك. هنا ستتكون شبكة تحبس الكريات الحمر. لح ناخذ هالموضوع بالتفصيل بعدين إن شاء الله. In medicine, we can face a problem called hypoproteinemia. From the terminology, hypo means less. So hypoproteinemia means low plasma protein levels. This syndrome can be attributed to the following conditions. ممكن البروتينات اللي بالبلازما تنخفض، وهذه حتسبب خلل في العمل بالنسبة للأونكوتيك بريشر ولأمور أخرى.
ايش هي الحالات اللي حتواجهوها في الطب اللي تحصل فيها حالة هايبوبروتينيميا؟ اول حالة ان تكون حالة ستارفيشن، مجاعة لفترة طويلة، فهنا البلازما بروتين ليفلز ار مينتيند ديورينج ستارفيشن انتل بودي بروتين ستورز ار ماركتلي ديبليتد. الجسم لا يلجأ الى تحطيم البلازما بروتين واستخدامها كطاقة بدل الجلوكوز إلا بعد ما يكون الديبليشن أصبح شديد ولم يبقى حتى سبكتينيوس فات يذكر. هنا يضطر الجسم إلى الانتقال إلى البروتينات لتحويلها إلى مصادر طاقة، وسيكون الأونكوتيك بريشر in those people suffering from starvation. They look like they are fatty. يبينون، وقد تشوفوها في صور لبعض المناطق اللي فيها مجاعة، يبدون الأطفال كأنهم ناصحين، كأنهم سمان، لكن هو في الحقيقة generalized edema بسبب الهايبوبروتينيميا. كذلك من الأسباب اللي تسوي لنا هايبوبروتينيميا اللي هي المالابسوربشن سيندروم. هذا مصطلح تاخذوه ان شاء الله اكثر بالتفصيل في الجاسترو انتستاينال موديول. اذا صار خلل في الجاسترو انتستاينال سيستم وصار سوء امتصاص، هنا المال ابسوربشن سيندروم يؤدي الى حصول الهايبوبروتينيميا. كذلك بالليفر ديزيز، احنا نعرف انه مصانع الالبومين واكثر البروتينات اللي بالبلازما بروتين هو الليفر، فاذا المصنع نفسه كان فيه الخلل فنتوقع ان يحصل عندنا هايبوبروتينيميا الليفر ديزيزز. ومن الامراض الاخرى التي تسبب الهايبوبروتينيميا اللي هي النفروسز. في الميديسن في حالة مشهورة اسمها نفروتيك سيندروم. المفروض انه البلازما عندما تصل الى الرينال تيوبيول ترشح فقط الاشياء الذائبة بالبلازما كالالكترولايت وغيرها، وقلنا لا يجوز انه البروتينات ترشح. لكن بالنفروتيك سيندروم هناك خلل بالرينال تيوبيولز ودمج يؤدي الى انه جزيئات البروتينز نفسها تبدأ ترشح بالرينال تيوبيول، ونبدي نفقد كمية هائلة من البروتين مع البول، وهذا هو النفروتيك سيندروم. فالفقدان الكبير للبروتينات مع البول حيؤدي إلى الهايبوبروتينيميا. وكما ذكرت هذه الملاحظة في الآخر، أنه النقصان بالبلازما بروتين سيؤدي إلى انخفاض بالأونكوتيك بريشر، وهذا قد يؤدي إلى development of generalized edema. هذا هو السلايد الأخير في المحاضرة. It's about the formed element of blood. عدا البلازما مصل الدم، ما يكون هناك ذائبا فيه هو غير الالكترولايتس والاملاح، هي الفورمد اليمنتس، ونقصد بها الكريات الحمر اللي هي الاريثروسايتس، والكريات البيض اللي هي اللوكوسايتس، والاقراص الدمويه اللي هي الثرومبوسايتس. طبعا بالميديكال ترمينولوجي واضح من الاسم لماذا اختيرت هاي الالفاظ. إريثرو أحمر، فإريثروسايتس خلايا حمراء، لوكو يعني أبيض، لوكوسايتس يعني كريات بيضاء، ثرومبو من خثرة، ثرومبوسايتس معناها المسؤولة عن تكوين الخثرة الدموية. لماذا استخدمنا مصطلح formed elements of plasma وما استخدمنا مصطلح cellular elements of plasma؟ الجواب ببساطة، لأنه هذول العناصر الثلاثة عنصر واحد منهم فقط هو الخلايا اللي هي الكريات البيض والتي تحوي على نواة. أما الأقراص الدموية والكريات الحمر فهي لا تحوي على النيوكليوس إطلاقا. الكريات الحمراء هي صحيح فيها سيتوبلازم وصحيح فيها سيلولار ممبرين، ولكنها لا تحوي على نواة، فهي أكياس
تحوي على الهيموغلوبين وعناصر أخرى. الثرومبوسايتس فراجمنتس، تتكسر الخلية إلى فراجمنتس، قطع تتبعثر. بالنسبة لكم يا طلاب الطب هذه الأرقام يجب أن تحفظ، هذه مطلوبة، إنه البلود كونتينز 4 إلى 6 مليونز of red blood cells لكل مليمتر مكعب من الدم، ويحوي المليمتر المكعب الدم 1 من 4.5 إلى 10 أو 11 ألف كرية بيضاء، تذكر 1000 وليس مليون. وكل مليمتر مكعب واحد من الدم يحوي على 150 ألف إلى 400 ألف فراجمنت أو قطعة مكسرة من الثرومبوسايتس. ما يخص الكريات الحمر راح نأخذه بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة رقم 2. ما يخص الكريات البيض راح نأخذها بالتفصيل في المحاضرة رقم 3 إن شاء الله. آخر ما تبقى في هذه المحاضرة هو السؤال الاختباري. Test question: Which of the following is not a function of a plasma proteins? A. Facilitating retention of fluid in the blood vessel. B. Playing an important role in blood clotting. C. Transporting water-soluble substances in the blood. D. Transporting oxygen in the blood. E. Serving as antibodies. I hope you know, you should know the answer. If you have difficulty in understanding the question or solving it, please don't hesitate to write me and I will answer you. And good luck.